عدد كبير من دول العالم شارك في معرض الربيع الدولي ومهرجان الطعام في لندن هذا العام، وهو 55 الذي تقيمه المنظمة البريطانية لحماية الأطفال ولم شمل العائلات عبر الحدود، وهي جزء من الهيئة الدولية للخدمات الاجتماعية التي تحتفل بدورها بالذكرى 90 لتأسيسها. نحن جمعية خيرية لديها شركاء في أكثر من 140 دولة، نساعد على تحديد هوية الأطفال وحماية هؤلاء الذين تفرقوا عن عائلاتهم عبر حدود الدول، إن كان بسبب المتاجرة بهم أو اختطافهم أو بسبب الطلاق أو الهجرة أو اللجوء والصراعات. دول تشارك على الرغم من الأزمات التي تمر بها مثل أوكرانيا، وأخرى غابت مثل سوريا وليبيا ونيجيريا، غير أن قضية الفتيات النيجيريات المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام منذ أكثر من شهر لم تغب عن ذهن المشاركين. تحت سقف واحد تجتمع بلدان العالم من أجل قضية الأطفال الذين أبعدتهم الظروف المختلفة عن ذويهم، وما قد تفرقه السياسة توحده أنواع الثقافة والأهداف النبيلة. كما يعد المعرض مناسبة لترويج هذه الدول لثقافتها عبر مختلف منتجاتها التراثية من الحرف اليدوية والألبسة التقليدية وغيرها من الأعمال التي تتوارثها هذه الدول جيلاً بعد جيل. المعرض يجمع الناس من كل أقطاب العالم ويعرض منتجات محلية وأطيب الطعام يبيعونها من أجل قضية نبيلة هي الأطفال والعائلات عبر الحدود. هذا معرض كتير جميل، هاي تاني مرة أجي. لما أجيت السنة الفاتت كنت حريصة جدا إني أعرف موعده، طبعا بيعرض أشياء موجودة إحنا ما بنلاقيها في بريطانيا في الوقت الحاضر، وبيقربنا وبيدينا شوق لبلادنا. أعتقد أنها فكرة جيدة، جمع كل الجنسيات من أجل قضية عظيمة، وهذا شيء رائع. ووفق منظمة حماية الأطفال ولم شمل العائلات عبر الحدود، فإنها تمكنت خلال عام 2013 من لم شمل أكثر من 8000 طفل مع عائلاتهم، وتعاونت مع 135 دولة في هذا المجال، كما أنها تلقت نحو 1500 مكالمة عن طريق خط الإغاثة. وحسب ما تقول المنظمة فإن ما يربو عن 2000 زائر تجولوا في معرض هذه السنة، الذي سيذهب ريعه لدعم الأعمال الخيرية الإنسانية على رأسها مساندة الأطفال. نبيها والطاس، بي بي سي.